السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثالث المتوسط في مادة الدراسات الإسلامية في قسم الفقه. تحدثنا في الدرس السابق عن الصيد وتعريفه وأحكامه وشروط الصيد. تحدث الآن عن الصيد بالآلات الحديثة. الصيد يا شباب بالبنادق المتنوعة ما حكمه؟ طبعا جائز، الصيد بالبنادق المتنوعة جائز، لأن الرصاص الذي يستعمل فيه تتوفر فيه شروط آلة الصيد المذكورة سابقا، فهو يخرق الجسم وينفث فيه أو يجرحه فيخرج الدم، والأدلة على جوازه هي نفس أدلة شروط آلة الصيد. عندي بعض الأحكام في الصيد يا شباب. أول شيء، من صاد حيوانا برميه أو بأحد الجوارح ثم أدركه وفيه حياة مستقرة، يعني هو صاده برماه أو بأحد الجوارح كلب أو صقر أو غيره بس لسه أدركه وهو في حياة، قال لك هنا بقى إيه؟ يجب عليه تزكية الذكاء الشرعي. ماشي. 2، لا يصح الصيد بالحجر أو العصا. لا يصح الصيد بالحجر أو الإيه؟ العصا، سواء أطلقت باليد مباشرة أو عن طريق آلة من الآلات، ولكن من رمى صيدا بحجر أو عصا، لو أنت رميته بحجارة أو عصا وأدركته هو في حياة مستقرة تقوم بتزكية الذكاء الشرعية ويحل أكله. يجوز وضع الشباك أو الفخاخ يا شباب للإمساك بالصيد، إن أنت تعمل إيه؟ شبك أو إيه؟ أو فخاخ عشان تصطاد بالشيء، ولكن لا يحل أكله لو مات في هذا الفخاخ إلا أن يدرك وفيه حياة مستقرة ويزكى الذكاء الشرعي. يحرم يا شباب قتل الصيد بالأظافر أو باليد مباشرة كما قد يفعله بعض الناس. التعامل مع الحيوان يا شباب، ما يجوز اقتناء قتله من الحيوان وما لا يجوز قتله. أولا، ما يجوز قتله من الحيوان. وصف الحيوان الذي يجوز قتله، كل حيوان مؤذي من الحشرات وغيره زي الوزغ يا شباب، هذا يجوز قتله. كل حيوان يخاف ضرره زي الذئب والأسد والثعلب. كل حيوان هائج لا يمكن دفعه إلا بالقتل زي الجمل والحمار إذا هاج، خلاص يبقى ما يجوز قتله من الحيوان. كل حيوان مؤذي، كل حيوان يخاف ضرره، كل حيوان هائج هذا يجوز قتله. طيب، ما يحرم قتله يا شباب؟ الحيوانات التي يباح أكلها إذا قتلت لغير قصد الأكل زي قتل العصافير للهو واللعب، هذا يحرم قتله يا شباب. كذلك الحيوانات التي لا أذى فيها ولا ضرر زي القطط. الحيوانات التي نهى الشرع عن قتلها زي النمل والهدهد، هذه حيوانات نهى الشرع عنها. ما يجوز اقتناءه يا شباب من الحيوانات وما لا يجوز. يجوز اقتناء الحيوانات اللي هي الأليفة زي القطط زي الدجاج الأرانب كل هذه الأشياء. ما لا يجوز اقتناءه من الحيوانات يا شباب، الخنازير طبعا حرام، الكلاب إلا ما كان للصيد أو حراسة الماشية أو المزارع ونحوها، يبقى الكلاب إلا إذا كانت للصيد أو الحراسة هذه لا شيء عليه، لو كانت للصيد أو للحراسة. ماشي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط، اللي بيتخذ كلب. خلاص. إيذاء الحيوان يا شباب، يحرم إيذاء الحيوانات ويستحب الرفق بها ورحمتها، ويجب على من كان تحت يده بهائم محبوسة عنده أن يطعمها ويسقيها ولا يدعها حتى تهلك، وإلا لزمه بيعها أو إعطاؤها لمن يقوم بالواجب تجاهها. عندي صور كثيرة يا شباب من إيذاء الحيوان، منها ضربها أو تحميلها ما لا تطيق، حبسها في أحواش، عدم إطعامها، كل هذه أشياء يا شباب، حرقها بالنار، كل هذه أشياء من صور لإيذاء الحيوانات، وقلنا يحرم إيذاء الحيوانات. وكده يا شباب نكون انتهينا، ونكمل إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.